أتواجد هنا أمام مدرسة أبو زيتون في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذه واحدة من المراكز التي يعاني بها النازحين من ظروف إنسانية شديدة الصعوبة وشديدة الألم. في هذا المكان بالتحديد تنتشر مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى تكدس النفايات أمام مراكز الإيواء. كما نشاهد هنا كيف أن النفايات تتكدس أمام هذا المركز تزامنا وبالتساوي مع تكدس مياه الصرف الصحي. هذه المياه خطيرة، تحتوي على فيروس يتسبب بشلل الأطفال، تنذر بكارثة صحية خطيرة إذا ما استمرت في هذه الأماكن المكتظة بالأطفال والنازحين والأهالي الذين يضطرون إلى العيش في هذه الأماكن بعد أن تدمرت منازلهم بصورة كاملة خلال الاجتياحات المتكررة لمناطق شمال قطاع غزة. نشاهد هنا كيف مياه الصرف الصحي تملأ هذا المدخل، مدخل هذا المدرسة. إجباري على الأهالي الذين يعيشون هنا أن يدوسوا ويجتازوا هذه المياه الخطيرة والمياه التي يعني كما قلنا أنها تحتوي على فيروسات خطيرة. هذا هو مجرى ومصرف هذه المياه الذي ينبع من داخل مراكز الإيواء، لكن بالتأكيد أن ذلك يعد خطيرا ولا يوجد حلول سريعة وعاجلة لمثل هذه يعني الأزمات التي تثقل كاهل الأهالي. في هذه الجولة نحاول أن نتحدث معهم ونرصد ظروفهم المعيشية شديدة الصعوبة. يعني بالقرب من هذه المياه تعيش هذه العائلة في خيمة متواضعة وفي ظل حرارة الشمس الشديدة. كل شيء يجتمع هنا على الأهالي جراء العدوان الإسرائيلي من هذه الأزمات الثقيلة. الأطفال يجدون نفسهم مجبرين على العيش واللعب بجوار هذه المياه وأمام هذه النفايات. يعطيك العافية يا عمي. الله يعافيك. احكي لي كيف حياتكم في هنا في المدرسة؟ الحمد لله كويس. كيف ايش بتعاني من ايش؟ من المرض. ايش معك امراض؟ إيه زي الوجع. موجوعة؟ كثير. طب من ايش؟ ايش السبب؟ من وسخ القرف. كثير المدرسة مقرفة الأجواء فيها؟ كثير. مياه المية المجاري والنفايات؟ كثير. فيع في المدارس والصغار والعاية كل يوم به. طب أنت مالكيش حذاء هالبيت حاليا؟ في الشيء؟ ليش؟ الواحد ماش مصاري يشتري. ايش مصاري تشتري حذاء وبتخبط على المجاري؟ بتلاقي حالك مجبورة تخبط على المجاري؟ الله يكرمك. قديش لك مش لابسه؟ ماليش 3 شهور. لك 3 شهور بدون حذاء؟ يعني كما قلنا ان الاطفال يجدون انفسهم مجبرين على اللعب حتى وهم يعني حفاة الاقدام. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. حكينا عن الازمات اللي انتم عايشين فيها. ايش بدك تقول هيك؟ ازمه اقتصاديه، ازمه ماليه، ازمه في العيشه، طلع على المجاري، طلع على الزباله، طلع على العيشه احنا عايشينها. وضع من مرة، وضع سوء جدا جدا، أسوأ من الوضع ما في شيء، فيش أكل، فيش مية، بكتال، بمشاكل، ندفع بعضنا من جبل، مصرفنا دور مية، وكله، إيش بدي أسوي يعني؟ الحمد لله إيش هو؟ ربنا يفرجها وصوت انتهى لحربه. أطفالك بدون أحد بيلعبوا على الناس؟ والله بيلعبوا، والله بنتك بيها 3 شهور، أنا مرة ما عندي صرع الزقزق بحطه في رجلي. والله أنا، والله ما عندنا. الزنوب حق الاسفل، الزنوب حق ب 35 شيكل، مش قدرت اشتري، والله مو قدرتي، مش قدرت اشتري زين. بأمراض جلدية الأطفال. سبب بحرارة، عندي بنتي الكبيرة مليانة كانت حب وحرارة جسمها، وجبنا لها من الوكالة براهم وما في والله يوم هيك ويوم هيك. الله يفرجها يا رب، الله يفرجها. يعني هذه الخيمة التي تعيش بها هذه العائلة كما نشاهد هنا، يعني الخيمة البسيطة والمفتقرة أيضا لكل مقومات الحياة في ظل هذه الظروف. الله يعطيكم العافية. لو حدثنا عن حياتكم في هذه الخيمة، ظروفها.
والله ما بتسعى، بننام هيك ولا في اكل ولا في شرب، شايف انت كيف بننام فوق بعض. كم شخص انت في احنا سبعة انفار، انا والمرة وانا والاولاد كلهم نايمين في نص هذا، وانا بنام هنا ولا بيجي ابني بنام فوقيه، بننام على الارض. طب المياه المجاري صارت الصبح بتخش عليك؟ والله بنخش المجاري قدامنا. لا يجي بنام هنا البنات، بتنام هنا الاولاد، بنام على الارض. الريحة والأمراض صراحة والأمراض والريح وكله الله يفرجها يا رب. يعني داخل هذه الخيمة تعيش أسرة كاملة، كما نشاهد كل شيء يتعلق بحياتهم هو موجود في هذه الخيمة البسيطة، وكل هذا نتيجة تدمير منازل المواطنين خلال الاجتياح البري. يعني أنت منزلك تدمر صحيح؟ ما فيش مكان لك تعيش فيه إلا هذه الخيمة؟ لا فيش. أنا كما نشاهد أن هذه الخيمة هي الملاذ الأخير للأهالي للعيش بداخلها، أسرة بكاملة تعيش في ظل هذه الأزمة، يعني وفي ظل هذه الخيمة المكتظة بالأزمات. الرائحة هنا لا يمكن وصفها، رائحة كريهة بسبب المياه العادمة. هذه الرائحة بالتأكيد أن الأهالي لا يطيقون العيش بجوارها، لكن ليس هناك أي سبل أخرى أو خيارات أخرى أمامهم. قرب المياه العادمة نشاهد هنا أن الأهالي ينتظرون المياه الصالحة للشرب، هذه المياه التي تحملها الشاحنات لهم. بالتأكيد أن أيضا هذه المياه هي ليست يعني بالصحية تماما، وخصوصا أن الأهالي يحصلون عليها من مناطق يعني يوجد بها مياه عادمة، لكن هذا هو حال مراكز الإيواء وصعوبة مراكز الإيواء وصعوبة العيش في هذه المراكز. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ربنا، حياك الله. حدثنا عن الأزمات اللي بتعيش فيها. والله الأزمات يعني زي ما بيقولوها الطيس، يعني من أكل، من شرب، من مأوى، من لبس، من ما فيش، كل هذا مش موفر لنا. والحصار أنت يعني شايف كمان، والقمامة هذه، كل الأمراض هذه، يعني أطفالنا كل ورش بنحكين يعني حكم عليهم، وإحنا كلهم نحكم فيهم. فيا ريت إحنا نطلب منكم يعني إنه تساعدونا وتقوموا بالواجب، يعني بس أقل شيء القمامة هذه. كثير ما أذياك القمامة والرائحة هاي منتشرة. كثير والله، والأمراض منتشرة، والطبيب أمراض جذري في الأطفال هذول كمان، وفينا حتى يعني الكبار. فيا ريت إحنا نطلب منكم نساعدة إنه يعني تخدمونا في الموضوع هذا. الله يفرجها يا رب. هذه رسالة يحملها هذا المواطن على الأقل لتحسين الظروف المعيشية لهم داخل مراكز الإيواء، فقط يعني أن يتم إزالة هذا التهديد الصحي الموجود أمام وداخل هذه المراكز. البلدية تعمل بطاقة محدودة وتعمل في هذه الأيام على صيانة الشبكات، شبكات الصرف الصحي العامة، لكن التفاصيل الدقيقة داخل مراكز الإيواء تحتاج إلى مجهود كبير وطاقة مضاعفة من أجل أن يتم حل هذه الأزمة وتجاوزها. يعني كما نشاهد هنا حتى أن أصحاب الأمراض يعيشون أيضا داخل هذه المراكز، وهم نفسهم الذين لا يحصلون على حقهم في العلاج المناسب في ظل عدم توفر المقومات الطبية. نحاول أن ندخل إلى خيمة أخرى من الخيام التي يعيش بها الأهالي. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. حدثينا عن حياتكم. والله حياتنا كلها مدمرة من أول يوم الحرب. حرقوا خش اليهود علينا وهدوا كل المدارس وحرقوا كل العفش، ولا حاجة خلوا فيها. حسب الله ونعم الوكيل فيهم بعدها. مدمرون. أطفال عنا، أطفال عنا. وكمان خاصه يعني عندنا بيت مشلول مع توحد اضواد كمان، عيانين اثنين. طب في لهم ادويه؟ في ولا لهم؟ مش ملاقيين، فيش يعني بالله فيش حدا بساعد حاجه، فيش شيء حدا بساعدنا فيهم. يعني بديك بدك الروسي بنجور فيها جار، حملناها حمل مت ما خشوا اليهود علينا. هاي الكروسي بولاد حلال اعطونا اياها، عملنا مش دافعه بس قاعده فيها بس. يعني هاي الوضع، وضع زي الزفت، كان صعب صعب كثير لكل الشعب بالغزه. بالزاويه طب ولا ادويه خاصه؟ اطفالك المصابين بامراض يعني؟ لا فيش ولا ادويه ولا شيء كمان. اي اولاد اخوي اثنين مصابين. ايوه هاي كمان ثلاثه بنتي
اي كمان مش علاج ولا اكل ولا شرب ولا حاجه الولد. حتى ابنك المصاب بتوحد بتلاقيه مكان للعلاج؟ لا 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 برضه فيش طعام ما طعام ولا شرب ولا حاجه كمان. ايش رسالتك للعالم؟ ان شاء الله يدعموا شعبنا اللي في غزه هذا اللي مش لاقي ياكل ولا يشرب ولا حاجه ولا ادويه، لو الحالات الخاصه خصوصا هذول المساعدات بامبس كياريش حاجه كمان واكل وشرب يعني مش عارفين يتحمل العيش بالمره. الله يخرجها الله يخرج. يعني هذه واحده من الاسر التي تعيش ويلات هذه الحرب، يعني هذه الاسره في ظروف استثنائيه لها ابناء من ذوي الاحتياجات الخاصه لكن لا حلول امامهم سواء في العلاج او في الغذاء المناسب. يعني هذا حال يعني لعله يندى له الجبين. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مريضه يعني؟ اه السرطان. كيف ظروفك؟ والله خاص علي الدواء بس مش قادر، انا صدري مكسوس بس مش قادر معيش فيش دواء، كل صيد غزه مش ملاقي دوايا اسمه طماره وهذا مشيتوش، انا بمشي كل في جسمي. طب تعبانه من هذا؟ اه بدي دواء طماره بروق عليه، ممنوع يقطع الطماره من مره. ممنوع ينقطع؟ اه. قديش له مقطوع عندك؟ شيء 6 شهور. طب كيف في عندك غذاء مناسب اكل؟ ما له حاجه، ايش فيه؟ فيها البزيه العدس ما ينفعش لنا. ما عادش بصير يشتري فواكه ولا معنا يشتري حاجه، بدنا فواكه كل حاجه دوك عشان المرض هذا. لحوم لحوم ورجال وكل حاجه بدنا في الشكل. بدنا لحوم بدنا كل حاجه دوك فيش. طب يما الصرف الصحي المياه العادمه والقمامه المنتشره برضه اثرت عليك؟ اكلتنا هاي اكلتنا اكل. طلع مش عارفين نتهدير حالنا منها. طلع مش عارفين ندبر حالنا. ايش مالك؟ عندي مشاري مشاري دبتنا. يوم خش على اليهود على المدارس شغلنا مدارس فوقه. اجوا قعدنا عند دم وهذا شغلنا اول واحد على غزه وانا جاي المعيشيه الثوابت يعني الثوابت بجري وبراسه وبطنه. طب لاقي علاج دواء؟ ولا حاجه نلاقيه ولا حاجه، لا عمليه ولا حاجه ولا يطلعون من حاجه. ما فيش علاج يعني ما فيش اي حل إلا ولا حاجه. طب اكل مناسب؟ فيش ولا حاجه ولا فواكه ولا كيس ولا دجاج ولا حاجه، والاكل جاي وفيش طحين وفيش حاجه. غالي كل حاجه عندنا غالي. لا يفرق الحصار الإسرائيلي على المناطق الشمالية من قطاع غزة بين المصابين والمرضى والأطفال وكبار السن، جميعهم يحرمون من حقهم الأساسي في الحصول على الأدوية والغذاء ومياه الشرب الصالحة. هنا في مراكز اللواء تثقل الأزمات المتكررة، كاهل الأهالي يطالبون بأن تنتهي هذه الأزمات وتنتهي الحرب الإسرائيلية على وجه العجل. محمد شاهين، الجزيرة مباشر.